جمهورنا الحبيب في كل مكان، جمهور برنامج أهل بلدي، يوم جديد نتمناه مفيد سعيد، وحلقة هامة وخاصة واستثنائية إن شاء الله تكون رائعة وتنال إرضا واستحسان جمهورنا الحبيب في كل مكان. حلقة النهاردة جميلة وعنوانها جميل قوي، بالعلم هنحقق الحلم. الله على الجمال. أرحب بضيوف الجمال الأول اللي منورين الدنيا معايا. مقدمة برنامج النهاردة بنكافئها ونقول لها مقدمة برامج رائعة موهوبة قادمة بقوة، وتقول انا جايه اكون مذيعه لامعه. انجي منتصر، ازيك يا انجي؟ منوره الدنيا. اهلا بيك يا استاذ حازم، منور الدنيا. عامله ايه؟ تمام كله الحمد تمام لله. ضيوفك الجمال اللي منورين الدنيا، ضحى سلامه، ازيك يا ضحى؟ منوره الدنيا. هنمسك المايك الطله الاولى يا ضحى في برنامج اهل بلدي، ولكن متفائلين بيكي جدا. اهلا يا ضحى. اهلا وسهلا بحضرتك، منوره الدنيا. الله يخليك. خالد، والمره الرابعه الخامسه، خالد انور المجتهد جدا في فريق الاعداد في اهل بلدي، فكان لازم يكون معانا موجود معانا. ازيك يا خلود؟ منور الدنيا. اهلا وسهلا بك يا استاذ. عامل ايه؟ الحمد لله والله تمام. يعني هنعمل مفاجاه كمان دقيقه كده، وبناء على المفاجاه هيترتب ترتيبات تانية ان شاء الله. بالظبط ان شاء الله. نمسك بقى المايك كده مع الوجه الجميل الرائع ايه احمد، المعده الشاطره، صاحبه الحضور والابتسامه الجميله، وبنقول عليها بنت النيل المصريه الجميله ايه احمد. ازيك يا ايه؟ منوره الدنيا. فرحانه ان انت معانا؟ اكيد اكيد، الحمد لله. كفايه اكيد عليها دلوقتي يا انجي. شويه شويه والوضع مختلف. ان معانا مفاجاه جميله قوي كده نبتدي. قلنا بعد الترحيب مخرجنا الرائع محمد دياب، والكنترول كله باسم، وعمرو عمر وذكرى وكل الغاليين كده، ندخل بالمفاجاه كده يا مبدع. تهنئه من القلب لحبيب القلب معالي المستشار حسن المسلماني، بمناسبة الزفاف السعيد لمهندس طيار عبد الرحمن المسلماني. يا رب يجعل أيامكم كلها سعادة وهنا ورضا، وانت حبيب الكل يا معالي المستشار. أسرة برنامج أهل بلدي بالكامل بتقول لحضرتك مليون مبروك، ونسمع مع بعض كلنا زغروطة حلوة رنت في بيتنا، زغروطة حلوة رنت في بيتنا، لمت حارتنا وبنات حارتنا، زغروطة حلوة حلوة. تقرير اكثر من رائع، وفعلا بنقول لمعالي المستشار مليون مبروك للمهندس طيار عبد الرحمن حسن المسلماني. ربنا يجعل ايامكم كلها اعياد وافراح وسعاده، ودايما زغروطه حلوه رنت في بيتنا تكون عندي معاليك يا معالي المستشار، وعند اسرتك الجميله، ويا رب تكون المفاجاه عجبتك. والمفروض دلوقتي يا مبدع يكون المستشار بيقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم مبسوطين والله، إيه المفاجأة دي؟ لا 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 يا كابتن، أولاً صباح الخير عليك يا كابتن حازم. حبيبي يا معالي المستشار. صباح الخير يا إنجي، صباح الخير يا ضحى، ثالث آية، نورين الشاشة والله. ربنا يخلي سعادتك يا معالي المستشار. المخرج عمرو والأستاذ محمد وكل الكنترول وكل اللي في الاستوديو وكل اللي في القناة. ربنا يخليك. إيه رأي حضرتك في المفاجأة
الهدية البسيطة للمهندس طيار عبد الرحمن حسن المسلماني، طبعا عريسنا الغالي ابن الغالي. ربنا يخليك يا استاذ حازم، والله مفاجأة من العيار الثقيل، وصباحكم جميل ان شاء الله مع الاخوة اللي معاك وبناتنا واولادنا ضحى وانجي وخالد وآية. صباح الفل عليكم جميعا. النهارده الشاشة منورة ب يعني كوادر الاعلام الجميلين اللي هم النهارده، يمكن في ناس اول ظهور ليهم وفي ناس محنكة زي انجي وقاعدين على الشاشة بثقة وثبات. ضحى آية خالد صباحكم جميل النهارده، صباح الاعلام وصباح العلم والعلماء. الحلقة جميلة جدا، وكنا بننتظر يزين المكان معالي الدكتور عبد الله سفينة. من هنا بنقول لمعالي الدكتور عبد الله سفينة مدير مكتب وزير التربية والتعليم الأسبق، ظرف طارئ منع سيادته، بنقول له طبعا كلنا بنقول ألف سلامة طبعا للظرف الطارئ اللي عند حضرتك، ونطمن على حضرتك بعد الحلقة. معالي المستشار عايزين نشكر على التقارير كلها. ألف سلامة على حضرتك يا أستاذ عبد الله، ونطمن عليك إن شاء الله. إن شاء الله التقارير الرائعة دي هنشكر انجي طيب عن دينامو التقارير، وريم وهدان، وطبعا الدكتوره امنيه علاء الدين، عاملين تقارير ولا اجمل ولا اروع باحترافيه، بتخلي البرنامج له مستوى خاص يزيد ما بيقلش. ايه راي حضرتك؟ والله يا كابتن حازم انتوا فاجاتونا بالتقرير الجميل ده للكابتن عبد الرحمن حسن مسلماني والاستاذه هاجر ايهاب البلبيسي الدكتورة الصيدلانية، اللي كان التقرير أكثر من رائع بوجود العيلة من هنا ومن هنا. أكيد. وحبيب قلبي زين اللي كان مزين المكان بالرقصة بتاعته الجميلة مع لولو حبيبته، ما شاء الله ما شاء الله فاجأتونا فعلا يعني ما شاء الله. ربنا يخليك يا أستاذ حازم، ربنا يخليك. بس ناخذ نبذة قصيرة كده على العلم والعلماء، وفعلا وفعلا العنوان يا فندم بيقول بالعلم هنحقق الحلم. انجي عايزه تقول لحضرتك مغزى العنوان او تسال حضرتك، اتفضلي يا انجي. اتفضلي. اولا صباح الخير طبعا. صباح النور على الجميلين كلهم. كنت اتمنى ان انت تكون موجود معانا النهارده، بس ان شاء الله هتتعوض. وحابه اقول لك مبروك لابن حضرتك طبعا، عقبال الفرح، واستناني طبعا في الحنه اكيد جايه. حابه بقى نتكلم في حلقه النهارده، عايزه اعرف يعني فايدة العلم في مصر. هو العلم طبعا مهم، بس انا عايز اعرف وجهة نظرك اكتر. يعني هو العلم مش في مصر كلها يا انجي، العلم في الدنيا كلها والله. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لما نزل العلم على سيدنا عيسى عليه السلام، اني اخلق من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله، مش باذن سيدنا عيسى، خلي بالك. ولذلك العلم في كل الاديان والشرائع، العلم كان قائم للرسل والانبياء يا انجي، والعلم ده هو النور اللي بيبدد ظلام الجهل والقوه والعزه والمنعه. في العلم تزداد العقول، الهدى والرشد والتقى والنفوس، تزداد الثقه والعزم. يعني ربنا سبحانه وتعالى زي سيدنا نوح العزم يصنع السفينه، سيدنا ابراهيم العزم بالعلم فيصبر على على على, على وضع النار والكفار، وياتي سيدنا محمد العزم صلى الله عليه وسلم فيصبر على اذى اهله والفهم في العلم. وربنا سبحانه وتعالى جعل الخير الكثير جل شأنه، يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. العلم يا إنجي والإخوة الموجودين هو سبب وجودكم الآن على الشاشة مع الراقي صاحب الطلة الجميلة الأستاذ حازم، اللي ما بيخليش شاردة ولا وردة إلا لما يعلمها اللي قدامه. يعني احنا نقول انت والاخوه الموجودين والاستاذ ضحى والاستاذ خالد وحتى ريم وامنيه لما اعدوا البرنامج اعدوه على علم. يبقى العلم هو اساس كل الاعمال القائمه في الدنيا، والاحترافيه ما بتكونش الا على علم. وربنا سبحانه وتعالى جعل العلم معلق فيه هو، يعني وانما يخشى الله من عباده العلماء. وربنا سبحانه وتعالى جعل الحب والانابه والتضرع والتوكل والخوف والرجاء واليسور كل نفس في العلم والله، وتطمئن له القلوب ويقوم السلوك اللي هي تعبانه بالعلم. بالعلم احنا بنبعد عن المساوئ حقيقي يا معالي المستشار، فعلا كلام راقي وعميق للفضيله. معالي المستشار معاك يا استاذ. طبعا الطله الاولى وحضرتك رئيس مجلس اداره برنامج اهلي بلدي ورئيس الشرف، ولنا الشرف والفخر والعزه. ضحى سلامه اول ظهور،
وآية أحمد أول ظهور، وخالد رابع ظهور. ضحى الآن للظهور الأول، وإحنا بنقول لها الموضوع سهل، وآية الآن. لو حضرتك بتدوم نصيحة يا فندم، وطبعا هنكمل بعد كده إن بالعلم تبنى الأمم القوية العملاقة، ولكن ضحى وآية محتاجين نصيحة من حضرتك. قبل الهوا كلمت ضحى، وفي لقاءات لايفات قبل كده كلمت آية لو تتذكر حضرتك. أكيد يا فندم فاكر. لايفات كلمنا فيها آية على الثبات عند الظهور، إزاي يعني؟ يعني الكاميرا لو عايزاها تحبك ما تبصيش للكاميرا، أو تخافي منها، لا كأني قاعدة في البيت، أستاذ حازم والدكم كلكم، وأخويا الكتير اللي بحبه والله، فهو يعني عامل توليفة جميلة في حب البرنامج، فما بيقعد في مستوى أسري مش مستوى حقيقي يا فندم، متفقين مع عليك على ده. إحنا أسرة جميلة بتكمل بعض وبتساند بعض وبتدعم بعض، ودايما مواضيعنا بناءة وهادفة، بالعلم تبنى الأمم، بالعلم يتحقق الحلم. طيب ضحى سلامة عايزة تقول لحضرتك مبروك، اتفضلي يا ضحى. امسكي المايك. ألف مبروك لابن حضرتك، إن شاء الله نيجي هتحضرهم إن شاء الله معانا يوم 21، ودعوة عامة للجميع يا فندم. أهو يا ضحى الله يبارك فيك يا ضحى، أنتوا معزومين على الهوا كلكم. أكيد وأنا عزمت الكنترول والقناة عشان حضرتك تبقى عارف، بالنيابة عن معالي. إحنا زيدنا شرف والله. ان شاء الله يا حبيبي يبقى يوم جميل كده يا رب. احنا عايزين نقول يا استاذ حازم لو تتذكر الحلقه اللي كان فيها الاستاذ محمد صابر موافي، طبعا واللي كان فيها الاستاذ عبد الله سفينه، ومعالي الدكتور طبعا محمد محبوب نائب وزير البيئه. ايوه، واتكلمنا على المواضيع العلميه، كان في تقريبا كده كان في عيد الشرطه على ما اتذكر، اكيد مناسبه وطنيه، وكان حوار الكبار في حب مصر يا فندم، كان عنوان الحلقة. النهاردة بقى يا فندم لو انت عايز تدي رسالة تخص العلم لخالد أنور المعد المجتهد والنشط، واللي دايما كده بنيجي نلاقيه موجود ومجهز كل الشغل، عايز تقول لخالد أنور حاجة يا فندم؟ لا ده أنا يا أستاذ حازم اتفضل. أنا قبل ما أقول لخالد بوجه رسالة للشعب المصري خاصة وللعالم أجمع، بقول لهم إن فخامة الرئيس لما إجا يبني ويشتغل في مصر كان بيشتغل على علم، ولذلك كان لما يؤمر وزير يقول له هو الشغل ده هيخلص في كام؟ يقول له في 3 سنين، في 5 سنين، قال أنا عايزه يخلص في سنة، فكان بيسابق الزمن بالعلم والحضارة والتقدم، وفعلا إحنا شايفين النهارده يا أستاذ حازم على أرض الواقع بالعلم في حاجات موجوده، مش ارسال او مسترسل او انا عايز املى فراغ او انا فلان، لا والله يعني انا بحب الرئيس عشان عنده حنكه وحكمه وعلم واداره، وكنت بقول يعني لو تتذكر في الشعر اللي كان قدمته للرئيس بقول ايه؟ ده فاهم في الاداره، صح كده؟ لو تتذكر القصيده بتاعته والله يا كابتن حازم الان احنا في طفره علميه وتقدم بنيه تحتيه مش موجوده في الدول اللي جنبينا، ولذلك بقول لخالد يا خالد انت مش هتملك المكان ده ولا تقعد كده الا لما تكون على علم يا خالد، او انت والاخوه الموجودين والمعدين وكل المستمعين من الاعلاميين عايز يكون عندك هدف توصل له، لو ما عندكش هدف يا خالد انت وآية وضحى وبناتي الموجودين او ريم او امنيه او انت لو ما عندكوش هدف مش هتوصله. طب الهدف عايز توصل له ازاي؟ بالعلم. العلم دي يعني ترتقي الامم وتعرف الامم بالعلم، اللي متقدم بالعلم، الحضاره بالعلم، ولذلك بقول على الهواء مباشره اللي ما عندوش علم، اللي ما عندوش علم مش هيوصل ولا هيحقق الحلم. هيفضل واقف مكانه او هيرجع للخلف، هيعمل يوتيرن ويرجع للخلف يا فندم. بالعلم تبقى الامم العملاقه فعلا، ده حقيقي. لا ولا هيعمل يوتيرن يا استاذ حازم، ده هو هيرجع عكس على طول لانه ما فيش علم. فعلا. طيب انجي عايزه قدام حضرتك كده وانت معانا على الهوا، انجي عايزه تسال خالد. طب دبسهم لك بقى يا فندم بقى دلوقتي، عايزه تقولي له ايه؟ خلينا بس الاول نهني المستشار. تمام ما شاء الله، خالد بيهني حضرتك. الف مبروك يا سعاده المستشار، وكنت اتمنى وجود حضرتك النهارده بس هتعوض في فرح ابن حضرتك ان شاء الله. موجود معانا ان شاء الله يا خالد. تمام ان شاء الله. انا ما جيتش بس انا مستنيك ان شاء الله في الفرح. ان شاء الله حاضر. على الهوا اهو. بالظبط. جاي خالد جاي ما تقلقش ان شاء الله. يا مرحبا بيك، تنورونا. ان شاء الله يا حبيبي.
عايزين نشوف بقى لقطاتك الحلوه استاذ خالد كده على الكاميرا، وانت تاخد اللقطات الجانبيه فوقيه تحت، لقطاتك جميله بصراحه. لو عايز تقول المستشار وهو معانا كده في الحوار الراقي بالعلم تبنى الامم العملاقه، عايز تقول انا كنت اتمنى طبعا ان انت تكون موجود معانا في حلقه النهارده، وكنا نستفيد برضو من حضرتك اكتر، ولكن هتتعوض باذن الله. كفايه بس صوتك في الحلقه ده بالدنيا والله. ربنا يخليك يا انجي، ما نحاربش منك. معالي المستشار وانت معانا لازم نستغل الفرصه دي وندي للجمهور اكبر مكاسب ايجابيه. معانا مستشار حسن المسلماني، العلم والثقافه والرقي في الاخلاق وعمق الثقافه والفكر، فلازم الناس تستفيد. ازاي ندفع الجيل الجديد دفعا لحب العلم والتعلم؟ طب انا هقول لحضرتك حاجه بس. اتفضل استاذ حازم. اتفضل يا فندم. هقول لحضرتك حاجه فيها حديث النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، يعني مطر، اصاب ارضا يعني نزل عليها، فكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء فانبتت الكلى يعني العشب او الحشيش الكثير، وكانت منها طائفه اجادب يعني كلحه، ارض كلحه ما بتقبلش حاجه، امسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. يعني احنا بنقول ايه؟ دايما العلم اذا نزل في مكان ينفع على الجهتين، ينفع في ان الناس تاكل وتسترزع منه، وينفع الناس تشرب منه. العلم ده زي المطر. العلم لو احنا ادينا محاضرة النهاردة او حضرتك اتكلمت على الهواء وكان في ناس مشاهدين وسمعوا حضرتك وسمعوا المداخلة او الاخوة الموجودين الاعلاميين وانتبهوا لنقطة معينة، ان بالعلم يتحقق الحلم وتبنى الامم. طب انا ما عنديش علم وابني فاشل والزوج ما عندوش علم، البيت هيبقى ظلمة، انما لو في علم هيبقى البيت نور. يعني انا بقول للشباب النهاردة ما تستناش ان واحد هيقف على الباب وخبط لك ويقول لك خد صحن الاكل ده، لا، في الاحترافيه المهنيه العلم شغلك اجتهد وتوكل على الله، وين انت تحقق حلمك ربنا هيوصلك. شكرا يا معالي المستشار، مفيش اجمل من كده. وجود حضرتك في حلقه النهارده اللي هي بالعلم هنحقق الحلم، شكرا لمعاليك، معلومات رائعه وايجابيه وبتحث الجميع على الدفع وحب التعلم والتعليم. شكرا يا فندم. يكفيك. ربنا يخليك. انجي. واهلا وسهلا بكل اعلامي موجود معاك وكل المشاهدين اللي سمعوا الحلقه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان احنا نستفيد. شكرا يا فندم، شكرا، عاجزين عن الشكر. شكرا يا فندم. انجي لو عايزه تديري حوار دلوقتي اسري جميل كده، ولو عايزين نخرج الناس المتوتره من التوتر، وانت خلاص بقى عندك الحمد لله خبره دلوقتي، وما شاء الله انا قايل ان ضحى خلاص بتاخد الثقه والطمانينه، وايه ما شاء الله بدات تاخد الثقه والطمانينه، وخالد خلاص ما شاء الله. عايز تقول لهم ايه؟ انا طبعا ده احد برضه مشتقات العلم. العلم ان انا اتعلم اقعد هنا ازاي، اتعلم ادير حوار ازاي، ما ده علم. وانا لسه قايله لك بره ان انا شايفه التعليم في مصر مش واخد حقه، فما تحاولش تقنعني بالنقطه دي. تمام. بس ضحى النهارده فاجئتني بصراحه، ما توقعتش كده خالص. في بره طبعا كانت، خلي المايك دايما في ايدك يا ضحى عشان متوتره على انجي. كانت متوتره، ما توقعتش منها كده. لا هو راح بصراحه، يعني انا متفائله بيها جدا وان هي هتبقى حاجه كويسه. عايزاك تستمري بس على كده، وبعدين هي مش بتبقى من المره الاولى يا انجي. بالظبط. يعني مثلا خلاص هي النهارده ضحى وايه اخذوا رهبه الكاميرا، وزي ما مهند يعني الكاميرا مان الرائع والبارع قال له الموضوع سهل، اتعامل ان انت مش شايفني ولا شايف الكاميرا، انتم اسره بتتكلموا مع بعض. فالنهارده من العلم اللي هو محور حديثنا وعنوان الحلقه احنا بندي الطمانينه ليهم، تعالى اتعلم، هتقعد هتاخد الثقه، الحلقه الجايه مش هنعرف نسكت ايه ولا ضحى. صح؟ هي آية ماشية بمبدأ السكوت لغة العظماء، ولكن أنا نفسي أسمع صوتك. إن شاء الله. وخالد ولا خالد خلاص؟ لا خالد يعني انطلق. خالد لا أنا متفائلة بيه جدا بصراحة. خالد مش أول ظهور لي، مش أول ظهور لي، بس هو دايما بشوف خالد إن لما بيتحط في حاجة بيكون قدها. كأول ظهور لي هو عارف يثبت نفسه فيه، والنهاردة تاني ظهور برضه هو عارف يثبت نفسه فيه، فأنا متفائلة بيهم بصراحة. تمام. أنت بقى يا خالد بجد المره الاولى غير الثانيه غير الثالثه، وشايف انت يا خالد بجد يعني وانت
وانا على المستوى الشخصي بحبك وبقدرك جدا. الموضوع سهل، موضوع اسره. هي شايف المشكله إيه؟ المشكله كانت في المره الاولى، يعني انا صعب شوي. المره الاولى اللي هي عايشه احداثها دلوقتي يعني بحذافيرها بس انما بعد كده بتقلب، بعد كده بتاخد على المكان الموضوع واحده بواحده كده، الرهبه بتروح بقى خلاص. بالظبط، مفيش مشكله. انا سايب ايه براحتها خالص، تاخد الكاميرا وتشوف نفسها والابتسامه الجميله وبعد كده سهل. انما فعلا ضحى بتديك الطمانينه بجد، بتتعلم بسرعه. بالظبط، ضحى يعني فيها حاجه هتبقى كويسه. هدفي من العنوان بالعلم يتحقق الحلم او هنحقق الحلم، ان انت تعالي يا ضحى، تعالي يا ايه، تعالي يا خالد. خالد في المره الاولى غير دلوقتي خالص ما شاء الله. اكيد طبعا. ضحى وهي في الكواليس والتوتر اللي عندها دلوقتي مفيش توتر. ايه انا صممت بكل ما قلت بقوه ان ايه تقعد، حتى خلتنا علينا صوتنا قبل الهوا بدقيقه ما شاء الله، في ترند جميل كده ما شاء الله. فدلوقتي هتاخد الثقه، وده احنا كنا قاصدين كل ده. خالد انت بقى، انت لو بتطمن آية وانت كنت قلقان زي آية كده تقول لها ايه؟ انا كنت قلقان زي يعني الموضوع يعني مش استمرارية. ايوه فعلا. آية في بدأت تتكلمي ولا لسه؟ انا امسك المايك وبراحتك، موضوع عندنا سهل. احنا بالعلم هيتحقق الحلم، هنحقق حلمك ان احنا بنجيبك هنا وبنقعدك هنا، مش جايين ناخد شوق اعلامي، ده احنا بنعلم المعدين بتوعنا. تعالى اتجرأ، تعالى خد الثقة، انت في اعلام لازم تطلع هوا، لازم تطلع شاشة. شوف، بص على انجي، بص على خالد، بص على كتير معانا. خلاص الدنيا بقت سهل. امسك المايك لو عايز تقول حاجة، لو مش عايز تقول حاجة دي في شرف ومنورانا. مش عايزك تخافي، يعني انا في اول حلقة ليا عايز اقولك ان انا من كتر التوتر اللي انا كنت فيه انا نسيت ارحب بالضيوف اللي معايا، انا دخلت في الحلقة على طول، بس عرفت اعالج الموضوع فيما بعد. يعني انت، انا حاسه ان انت هتبقي كويسه. برضو في شايفه ان حاجه منك هتكون كويسه فيما بعد، فانا مش عايزاك تتوتري. امسك المايك يا ايه احمد، يا احمد امسك المايك وردي على انجي، تكلمك، ما ده علم وده تعلم وده عنوان الحلقه. عايزه تقولي حاجه لانجي؟ طب انت لسه قلقانه ومتوتره؟ لا مش قوي. برافو عليكي ما شاء الله، نجحنا ما شاء الله. طب ما فيش كده تصفيق حد لنا ان احنا خليناك نتكلم على الهوا، ده نجاح صاعد اللي احنا شفناه بره في الكواليس. برافو يا احمد. ضحى عايز تقول لي حاجه يا انجي؟ ضحى انت مقدمه برنامج معانا النهارده. ضحى بصراحه انا اتفاجئت بيها جدا، فانا اتمنى انها تفضل كده دايما، ومع الاستمرار برضو هشوفها احسن. الموضوع عايز تعلم يا ضحى فعلا زي ما انجي بتقول، واستمراريه. انا بدرس اعلام، اجي اطبق هنا على الطبيعه، هو ده. اجي اقعد، اجي اتعلم الاعداد، اجي اشوف كل الكواليس، كل الدنيا هيبقى قعدتي هنا قعده ثقه. تمام خالد، لو عايز برضو انت قلت نصيحه ما شاء الله، بتدي نصايح، قلت نصيحه الايه، ولو عايز تقول نصيحه للضحى، او انت شايف ضحى ازاي النهارده في الوهله الاولى للظهور الاول؟ لا، اللي انا شايفه منها هيجي منها قوي، يعني هي فاجئتنا كلنا النهارده ما شاء الله. عندها ثقه وعندها ثبات، وده اللي انا بقوله الايه. الموضوع بسيط مش صعب ما شاء الله. شوف ايه بعدين الابتسامه الساحره لهم الاثنين بتفتح الابواب المغلقه وبتحطم الاسوار وتخليك تعدي كده البحار والمحطات والانهار ان شاء الله. ان شاء الله مع برنامج اهل بلدي هتعدي لفوق فعلا. والله يا انجي احنا بنحاول ان البرنامج يدي فرصه لكل المعدين والمعدات اللي عنده موهبه، تعالى احنا هنساعدك على اظهارها، وده دور التعلم برضو. انت مش جاي، مش عايزك تيجي اهل بلدي تقضي وقت وتروح ما كسبتش حاجه، لا، انت النهارده اما تطلع ان انت جيت وطلعت هوا، وان انت اخدت الثقه، وايه بقت في ثبات، ممكن رهبه ايه من طلوع الكاميرا يخليها ما تطلعش نهائيا، ولكن الححنا على طلوعها على الكاميرا هتلاقي الموضوع سهل، زي ما كنا بنتكلم في الريسبشن او في الكواليس. طب ما احنا بنتكلم نفس الموضوع، بس في المستقبل بقى بنحاول ندي موضوع قوي، وندي طاقة إيجابية، وندي أهداف للمستمع والمتلقي إن إحنا بنديله فايدة يستفيد. تمام يا آية كده؟ عايزة تقولي حاجة أخيرة يا آية؟ هنمسك المايك عشان بقى نبقى نقعد. عايزة تقولي إيه يا آية؟ مش عايزة أقول. طيب أنت فعلاً حاسة دلوقتي غير وأنت داخلة أول الحلقة، ولا الوضع زي ما هو؟ لا أكيد طبعاً، يعني في اختلاف. ما عادش في توتر زي الأول. أيوه الوضع اختلف كله وجزء. وبرضه ضحى اديتك طمانينه، ضحى أيوة داخله صح يا ضحى. أيوة. يعني انت الوهله الاولى وضحى الوهله الاولى، او المره الاولى المره الاولى، فالاثنين انتم طمنتوا بعض شويه. تمام صح.
نجحنا ان هم يبقوا على الهوا يا انجي. الحمد لله بجد. نجحنا طبعا. العلم مفيد جدا بقى بجد بقى. العلم اللي بيبني الامم العملاقه. بص على اليابان، بص على الدول المتقدمه، العلم بيوصله ان سلوك الشخصي راقي قوي، ما بيعملش غلطه، ما بيرميش ورقه في الشارع. الطفل في اليابان اللي ما اخترعش اختراع وهو في 6 سنوات ده بيروحوا يكشفوا عليه يبقى عنده مشكله. انما احنا بقى اللي قال جمله كويسه ده انت بقيت ظاهره، ده انت بقيت بنقول لك يا دكتور وبنقول لك يا معالي الفيلسوف والدنيا. لا، عايزين نتعلم، نتعلم بجد، ونبقى عندنا فعلا قوه بناءه، وعندنا جيل قادم يوقف الدوله على رجلها. دوله عظيمه قوي قوي، بس فعلا العلم عندنا محتاج ثوره. صح يا انجي؟ كنت عايزه تقولي كده. ايوه انت عارفني من اول الحلقه وانا بقول لك كده. العلم في مصر مش واخد حقه كفايه، يعني برضو في قرار نزل من فتره، القرار ده بصراحه من وجهه نظري انا شايفاه غلط مش شايفاه صح. قرار الغاء بعض المواد التعليميه من المدارس زي الكيمياء، الفيزياء، اللغه الاجنبيه الثانيه. انا عن نفسي دي كنت شايفاها لغه مهمه، فانا بصراحه ضد القرار ده، يعني انا مش شايفه ان القرار ده صح خالص. برافو عليك يا انجي، كلام قوي وكلام فعلا واقعي، وبتقول ان احنا عايزين نطور بلدنا ونطور العلم عندنا. طيب ضحى عايز تقول حاجه اخيره لان الوقت بيجري مننا؟ مبسوطه ان انت في اهل بلدي، حسيت ان انت اخدت فرصه مختلفه النهارده ما كانش في استعداد نهائي ليها، ولكن اتفاجئت بيها، فكانت سعيده ولا غير سعيده؟ لا مبسوطه. طب الحمد لله، هو ده المفروض. خلود الجميل والرائع اللي هينورنا يوم 21 في فقوس، عايز تبعت رساله لفقوس ولا عايز تقول ايه؟ لا انا بشكر حضرتك على المفاجاه اللي حضرتك عملتها لنا دي، ما حدش كان متوقعها الصراحه. حبيبي يا خالد، وباني برده تاني قعدت سعاده المستشار وبقول له بنقول له جايين كلنا بالظبط ان شاء الله. ايه لو عايزه تقولي حاجه اخيره خلاص خدت طمانينه شويه كده تختيمي بيها، علشان وانت بتشوفي نفسك كده تبقي فرحانه، عايزه تقولي ايه؟ مش عايزه تقولي حاجه خالص؟ مش فرحانه بينا؟ اكيد فرحانه طبعا، حاسه الموضوع مختلف النهارده. ايوه خطفناكي خطف كده، احنا خطفناكي وما طلبناش ديه ولا فديه، عايز اكتر من كده حاجه. انجي حاجه اخيره قبل ما الجميلات والرائع خالد كده يخرجوا من الفقره دي، عايز تقولي حاجه اخيره؟ انا فخوره بيهم النهارده، ما توقعتش بصراحه، بس هم فعلا ابهروني. ايه عايز اقول لك ان انت اخترت المكان الصح، يعني ما فيش حد بينزل تدريب معد بيطلع على الشاشه، انت اخترت المكان الصح، بس عايزه استمراريه شويه. شكرا يا انجي، كلامك رائع، وانجي فعلا دينامو في برنامج اهل بلدي. وانا كنت بتحدى نفسي النهارده ان اطلع ضحى واطلع ايه ورحمه حمدي، ولكن رحمه في ظروف تعبانه شويه صحيا، موجوده معانا في حلقات تانية تنور الدنيا، وهي معده شاطره جدا. قبل ما نروح للتقرير مهم جدا، كلنا بنتمنى الشفاء العاجل لعمار ابن الاستاذه سحر فريد رئيس تحرير البرنامج، بيعمل عمليه صعبه شويه، ولكن المولى عز وجل باذن الله يحميه ويرجعه بالف سلامه ان شاء الله من اسيوط. مليون سلامه يا عمار، ومليون تحيه لسحر فريد ولسعيد بسيون. هنروح بقى التقرير، كنت انت مشتركه معايا في التقرير الرائع الجميل ده، وامنيه علاء الدين الرائعه، وريم وهدان الرائعه، تقرير نجهزه كده او هو جاهز في الكنترول، ناس عندنا مبدعين ومحترفين. فيكس برايز ماركت في شرم الشيخ، انت كده قاعد وانت بتشوف فيكس برايز ماركت قاعد سعيد قوي، قاعد في عازف موهوب بيعزف بمهاره، بيطرب الاذان كده وبيسعد الالباب وبياخدك وبروح حته تانية تسبح في السماء مع فيكس برايز ماركت اللي هنروح له قريب شرم الشيخ، نستمتع بافتتاح الفرع الجديد. ايه الجمال ده؟ ايه الروعه دي؟ ايه الرقي ده؟ تعامل راقي قوي بجد في حته تانية. نروح نشوف على الطبيعه اجمل، نشوف فيكس برايز ماركت ونقابل الفقره التانية. واقع أجمل من الخيال، من معالم شرم الشيخ ومن قلب نعمة بيه. فيكس برايس ماركت، برندات عالمية بأسعار عادية. هدفنا العميل نحقق حلم الجميل،
فيكس برايز ماركت عندما يصبح التسوق متعة فأنت في فيكس برايز ماركت. فيكس برايز ماركت أجمل سيمفونية تعزف بمهارة وشطارة واحترافية. فيكس برايز ماركت كن صاحب قرار وتعال شوف الإبهار. معانا لا تلف ولا تحتار، احنا ملوك تحطيم الأسعار، عشان كده شهرتنا تخطت الأسوار. غمض عينك وقول شيء مش معقول، أسعار خاصة للمصريين والأشقاء العرب الغاليين، وبالنسبة للسائحين لكل طلباتك جاهزين، من باركينج خاص وكافيه أجمل من النادي علشان تبقى ريلاكس وهادي. فيكس برايس ماركت تعظيم سلام لمكان ولا في الأحلام، خلصنا فيه كل الكلام. ما تنساش مهما لفيت ودورت مش هتلاقي زينا في شرم الشيخ، لان اسعارنا ثابته، اسعارنا فيكس، لاننا فيكس برايس. حبيب في كل مكان جمهور برنامج أهل بلدي، رجعنا لكم بعد الفقرة الأولى الجميلة اللي فعلا كانت سرية جدا وزادت ثراء بوجود قيمة بحجم المستشار المسلماني، ودينا الفرصة للوجوه الجديدة ان هي تقول فعلا احنا هنتعلم، احنا هنكسر حاجز الخوف والقلق. صح يا إنجي ولا ايه رأيك؟ صح طبعا، هم فاجئوني النهاردة بصراحة، وانا متوقع ان هم يبقوا احسن من كده بكتير. كان لازم ان احنا نديلهم الجرأة، وده من التعلم، ان انت تعلم ان انت تقعد، اتعلم ان انت تكسر حاجز الخوف، اتعلم ان انت تسعى جاهدا لتحقيق حلمك وهدفك. انا قلت لهم قبل ما الحلقة تخلص انتوا اخترتوا المكان الصح، يعني فكرة ان احنا نيجي نتدرب كمعدين للبرنامج وكمان نطلع هوا ونتدرب على ظهورنا على التلفزيون، دي ما بتحصلش في اي برنامج، خلينا متفقين على النقطة دي. فانا متأكدة ان هم يبقوا احسن من كده بكتير، ده غير طبعا استاذ حازم مش بيأثر مع حد فينا بصراحة، وبيدي كل واحد حقه، وبرضه بيسعى ان هو يخلينا ان احنا احسن من اي حد عامة. برافو عليك يا انجي وكلامك رائع. معنا فقرة مهمة جدا، وليه انا على المستوى الشخصي انا حابب الفقرة دي، الفقرة دي بعنوان، وياريت العنوان يجي على الشاشة، وسام التميز والإبداع. النهاردة يا إنجي وسام التميز والإبداع بنهديه لمركز شباب في الأهلية، مركز المنصورة، مركز شباب الإباب الكبرى تحت قيادة رشيدة حكيمة للكابتن صبر عبد المطلب رئيس مجلس الإدارة، اللي في دورته اللي هو متوليها عامل أحداث جلل، وتحت رعاية لرجل الأعمال المهندس سامي أبو النجا عاملين ملحمة جميلة جدا. وكان فيه دوري الإباب بالكبرى، وكنا ضيوف شرف موجودين، وكان مجمع كل القامات الرياضية والسياسية والإعلامية في محافظة الدقهلية، ورحل كل أثنى على هذا الحدث الجلل. وكان صاحب التجمع اللي أنا من هنا ببعت له تحية شكر واعتزاز وامتنان، مسيو أيمن عبد السلام، هذا الرائع أو الكابتن أيمن نجم كل العصور، شخصية لو قعدت تتكلم فيها بجد يا إنجي عايز حلقات، هذا الرائع البارع المبدع، قول فيه زي ما أنت عايز تقول. البطولات دي
والملحمه اللي كانت في الاباب الكبرى تحت قياده حكيمه رشيده من الكابتن صبري عبد المطلب رئيس مجلس الاداره، كان بينظمها حبيبنا الغالي القائد محمود شبانه، اللي هو اذا ذكر اسم محمود شبانه ذكر النجاح والتفوق. وكان كابتن الفريق شاب اكثر من رائع، محترم جدا جدا جدا، بحبه على المستوى الشخصي، كابتن لطفي صبري. الناس دي عملت ملحمه، الناس دي من يهديها وسام التميز والابداع. وعايزه تقول لهم كلام عام كده يا انجي قبل ما ندخل في المداخلات، تقولي ايه؟ بصراحة أنا اتفرجت على كام حاجة للدوري، بس فعلا أنا فخورة بكم جدا واتمنى لكم كل التوفيق، لأن أنا شفت حاجات أنا ما شفتهاش قبل كده. أنا كإنجي أنا بنزل تغطية كرة كتير وبنزل في دوريات كتير، بغطي صحافة وإعلام وكل حاجة، بس أنا شفت فيكم حاجة مميزة، حاجة مختلفة، فأنا اتمنى لكم كل التوفيق بصراحة. هنروح بقى يا إنجي ونقول ألو كده، معانا حد مهم جدا. ألو الو كابتن، السلام عليكم. القائد محمود شبانه، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، صديقنا الغالي المحترم. حبيبي يا استاذ حازم، تحياتي لحضرتك وللانسه انجي، واتمنى لكم التوفيق دايما في برنامجي، طبعا برنامج اهلي بلدي، اللي بتشرف ان انا كنت واحد من افراد هذا البرنامج برعايه حضرتك طبعا، وبرسم من خلال حضرتك تحيات لسياده المستشار حسن المسلماني وحبيب قلبي هشام بوتوت، الرعاه الرؤساء الشرفيين للبرنامج وكل الزملاء للبرنامج في كل محافظات مصر. يا كابتن حازم حبيبي، حضرتك واحد من البرنامج وستظل واحد من البرنامج، ولنا الفخر يا قائد شخصية أكثر من رائعة. إذا وجد القائد محمود شبانة في مكان أو في محفل أو في فعالية، فهذا حدث جلل يكتب له النجاح الباهر والمدوي. وفعلا كنا في الإباب الكبرى اللي ببعث لها تحية حب وتقدير تحت رئاسة الرائع والمبدع صبري عبد المطلب، مع حفظ الألقاب ورعاية حصرية للمهندس سامي أبو النجا، رجل أعمال الشاب اللي بيضرب المثل والقدوة إنه بيخدم الشباب. الحدث الجلل الجميل الرائع اللي جمعته فيه صفوة مجتمع الدقهلية، سياسة وفن وإعلام ورياضة، تقول في ايه فيه؟ وحضرتك كنت المنظم والمسؤول عن كل شيء. اولا يا كابتن حازم، ما فيش عمل بينجح بشخص واحد، اكيد انا كنت واحد من ضمن مجموعه كانت سبب رئيسي في نجاح مونديال الباب الكبرى في مركز بكيرنس محافظه الدقهليه برئاسه الاستاذ صبري عبد المطلب، الرجل الخلوق البشوش صاحب الواجب وصاحب والمضياف دايما، وبرعايه طبعا المهندس الشاب الاستاذ المهندس سامي ابو النجا رئيس مجلس اداره الشركه المتحده للمقاولات، اللي انا ببعت لهم من هنا، والشباب اللي باب الكبرى كاملا الكبير والصغير، وبخص طبعا بالذكر كابتن لطفي صبري نجم وكابتن الفريق وهداف الفريق المحترم الكابتن صبري المحمودي وغيره من نجوم فريق الاباب. انا مش عاوز انسى اسماء، فانا اقول السيد طارق حارس المرمى معاه بودي وبوحه والمحمودي وغيره من اللاعبين، ما شاء الله عليه، نجوم كلهم كانوا نجوم. أكيد. في المباراه النهائيه، المباراه النهائيه دي حضر فيها كوكبه من نجوم الاعلام والرياضه، مش هقول في محافظه الدقهليه فقط ولكن في مصر كلها، من على راسهم طبعا مايسترو الاعلام والتحليل الرياضي والمحرر الرياضي في جريده ميدان الرياضه سابقا الاستاذ محمد العراقي، استاذنا الكابتن محمد العراقي، اللي برسل له تحيه كبيره طبعا من خلال حضرتك، ومعه طبعا جنرال التعليق وجنرال التحليل وصاحب القفشات المميزه في التعليق وصاحب الكلمات الرقيقه والمميزه والهادفه في التعليق والتحليل الرياضي الاستاذ خالد العوده، استاذنا وقائدنا اللي بنحترمه جدا يا فندم كابتن خالد العوده. طبعا طبعا رئيس مجلس اداره مركز شباب مني البدوي، برضه برسل لحضرتك طبعا كنت احد اسباب نجاح هذا اليوم كابتن حازم ناجح. تسلم يا فندم، بكلماتك وصوتك القوي الرنان بتدي بهجة وتميز للمكان، في وجود زميلتنا طبعا واختنا الاستاذة عبير خليفة اللي دايما بتدي جو من المرح للمكان، وغيره من الاعلاميين ونجوم كرة القدم على خط البحر الصغير في محافظة الدقهلية والخط الشرقي، كلهم كانوا ضيوف شرف لي شخصيا وللاستاذ صبري عبد المطلب رئيس مجلس الإدارة، وبقول لهم كلكم شكرا. وزي ما قلت مره ثانيه اكررها يا كابتن حازم، ان ما فيش عمل بينجح بشخص واحد، انا لولا انني رغم ان من قريه الاباب انا افتخر ان ابني كفر عبد المؤمن مركز ذكرنس محافظه الدقهليه، ولكن وجدت ارض خصبه في الاباب الكبرى علشان اقدر اعمل اللي انا عاوزه، وكله من خلال مساعده مجلس الاداره
وزملائي في اللجنه المنظمه. ومش هقدر انسى برضه، لازم في بعض الناس كده كانت سبب في نجاح مهرجان النهائي الكره، كابتن حازم، كابتن امين العدل المعلق الرياضي وكروان خط البحر الصغير، واحد من المعلقين اللي التلفزيون المصري خسر بالفعل، امين العدل معه الشاب الصاروخ الصاعد في التعليق احمد مجدي ابن ميت مزاح، ايضا الشاب الدكتور المحترم محمد مرسي ابن لباب الكبيره، كابتن محمود، كابتن محمود شبانه الرياضي البارع والقائد المحنك، كلهم رائعين، ولكن وانا قاعد على المنصه خطفني المرسي خطف عنده اسلوب وكاريزما وحضور غير طبيعي، وانا قلت لحضرتك ده. اتكلمت معايا فعلا، قلت انت لفت نظرك جدا المرسي في التعليق وتمييزه في التعليق، لان المرسي واخد حته كده زي ما قلت لك في الحوار الجانبي انا وانت من عمرو شبانه، حبيبنا الغالي عمرو شبانه طبعا، اللي برسله من خلال حضرتك تحيه في المملكه العربيه السعوديه، وقلت ان المرسي واخد كتير من عمرو عشان كده تميز وبدا يلفت الانظار بسرعه، محمد المرسي ابن الباب الكبرى. كابتن حازم، الاستاذه الاعلاميه انجي عايزه تسلم على حضرتك، اتفضلي يا انجي. اهلا بك يا كابتن، خليني الاول ارحب بك في الحلقه النهارده. انا حقيقي كنت اتمنى ان انا اكون موجوده في البرنامج من زمان علشان اتعرف على شخصيه مميزه زيك. انا والله كنت اتمنى فعلا، وكابتن حازم دعاني الحلقه النهارده، لكن في ظروف طبعا هو اعرمها جيدا هي اللي منعتني من الحضور، وكنت اتمنى اشوف حضرتك، وانا سعيد جدا، وطبعا كابتن حازم بيتكلم معايا عن حضرتك كتير، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا استاذ انجي، وباين من اسلوب حضرتك ومن الكلام حضرتك على الشاشه ان حضرتك واحده متعلمه وفاهمه وبتعرفه هي بتقول ايه، وطبعا لازم تستفيدي وتتعلمي من واحد زي استاذنا الاستاذ حازم ناجح. العفو يا حبيبي، العفو طبعا. كابتن محمود شبانه حوارك راقي، وبشكر حضرتك جدا، مداخلة أسلجت صدورنا، وخير من يتكلم عن الإباب الكبرى والمهرجان الرائع والحدث الجلل إن حضرتك كنت عايش الأحداث والكواليس دقيقة بدقيقة. وطبعا من هنا تحية تاني وتالت ورابع للميسيو العالمي أيمن عبد السلام الرائع حبيب الكل فعلا، وتحية حب وتقدير لكابتن صبري عبد المطلب رئيس مجلس الإدارة الجوكر والدينامو اللي انت بتشوفه وانت قاعد في المنصة بيجري بيصول ويقول يا انجي كده في كل جنبات الملعب، مش بتقول ده رئيس مجلس إدارة، ده انت بتقول ده مين، هو لاعب كرة ولا عامل في الملعب بيعمل كل حاجة بإيده، فده اللي مخليه ناجح، ومعاه راعي لمجلس للنادي أو راعي للاحتفاليات والفعاليات، شاب رائع رجل اعمال مجتهد جدا المهندس سامي ابو النجا، فخلاص بقى الناس بتروح المكان ده وعارفه ان في حدث جلل هيحصل، فكان لازم نظهر الحدث ده ونقول لهم تستحقوا وسام التميز والابداع. هم بصراحه يستحقوه، واتمنى لهم كل التوفيق، وان هم فعلا يفضلوا على النقطه دي مميزين دايما. المفروض كمان معانا مداخله جاهزه، المداخله الثانيه كابتن الفريق مجتهد جدا نشط جدا وهداف الفريق والدينامو اللي في الفرقه كلها كابتن لطفي صبري، مداخله جاهزه يا مبدع ولا لسه؟ طبعا بيحضروا المداخله، مداخله الكابتن لطفي ده، الكابتن لطفي صبري لو اتكلمنا عليه في دقيقه كده يا انجي، ده كابتن الفريق، وكابتن الفريق ولاعب مجتهد جدا وشايل الفرقه على كتافه، والملاعب بتاعت زمان دي الملاعب الترابيه دي بتطلع نجوم لها رونق وطعم خاص جدا طبعا. بيعمل كل حاجه في الفرقه، كل حاجه يعني، في مع كابتن محمود شبانه في التنظيم، مع المعلقين، مع المنظمين، مع كابتن صبري عبد المطلب رئيس مجلس الاداره، مع كل حد هو في الملعب، ولاعب قوي جدا، ولو كانت اتيحت ليه الفرصه كان بقى سوبر ستار في كبرى الانديه الدوري الممتاز. انا دايما بشوف ان الشخص الناجح اللي مش بيكتفي بحاجه واحده بس، يعني شخص تلاقيه شاطر في مجاله ولكن بيسعى ان هو يكون شاطر في بعض المجالات. الملاعب دي يا انجي وانت رحت غطيت تغطيات في انديه وفي اقسام، قسم ثاني وقسم ثالث ومراكز شباب، المراكز الشباب لها رونق خاص جدا، مراكز الشباب كمان في المدن غير مراكز الشباب في الكوره، مراكز الشباب في الكوره بتحسيها اسره بالزبط. كل الناس جايه بتجامل وبتساند وبتفرح لفرحتك، فما بيبقى فيه مجلس إدارة مركز شباب ناجح الكل بيلتف حواليه، فكان لازم نلقي الضوء على مجلس إدارة مركز شباب الإباب عشان كده.
أكيد طبعا. عاملين حاجة جميلة وعاملين ملحمة، ورئيس مجلس الإدارة اللي هو فعلا بيقود الدورة دي الكابتن صبري عبد المطلب مجتهد جدا، بناء عليه بدأ يقول مثلا أنا عايز أنجح، فمين ينجحني؟ ينجحني الناس اللي ناجحه، مسيو أيمن عبد السلام، كابتن محمود شبانة، كابتن صبري لطفي صبري، رجل الأعمال الراعي الرسمي سامي أبو النجا، كابتن خالد العودة الإعلام الرائع، كابتن محمد العراقي الإعلام الرائع، القامات دي مهندس محمد رشدي رجل الأعمال الناجح، القامات دي كلها لما تيجي تحضر عندي بتنجح اليوم. أكيد. صح ولا لا؟ أكيد طبعا، وجودهم شرف لينا بيزيد البرنامج، والبرنامج بيكون إضافة قوية ليهم طبعا. عملوا حاجة جميلة بقى بعد نجاح اليوم يا إنجي، بقى كده دي كواليس اليوم، نجح والمهرجان نجح، مهرجان على أعلى مستوى ما شاء الله، مهرجان الإباب الكبرى، وانت قاعدة في مركز الشباب عاملين منصة جميلة قوي، المنصة مجمعة الصفوة اللي موجودين في محافظة أهلية من العمل السياسي والخدمي والإعلامي والرياضي، فالمنصة دولة مصغرة ما شاء الله رب العالمين، وعندك راعي محترم يعني مش بيبخس حق الناس، وعندك رئيس مجلس إدارة محترم، وعندك حد زي أيمن عبد السلام بدون ألقاب مش موجود في اليوم، وهو اللي بيدعي البشرية دي كلها لازم تحضرهم وتسندهم مجلس الإدارة وتسندهم الدنيا دي كلها، فكان لازم ينجحهم. أكيد. فطبعا إما نجحهم عملوا حاجة جميلة قوي، جمعوا مجموعة أصدقاء وكنا احنا منهم، وقضينا يوم جميل في المدينة الساحلية جمصة، غدا جماعي جميل كده لصحبة جميلة، كان موجود حوالي 15 شخص من القامات الجمال، وكان يوم رائع تكملة ايه للاحتفالية. لو عايزة تقولي على الناس دي حاجة تقولي ايه؟ بصراحة انا اتمنى لهم كل التوفيق، لان انا شايفة الناس دي فعلا تعبانة علشان تنجح، فانا اتمنى فعلا ان هم يكونوا قد الثقة دي ودايما ناجحين وشاطرين في مجالهم، واتمنى لهم ان هم يسعوا عشان يبقوا احسن. طيب لو عايزة مثلا تحفزيهم وتقولي لهم فعلا انتوا ماشيين في الطريق السليم كملوا، ولا خلاص الناس دي بتيجي عند نقطة وتقف؟ لا انا ما بشجعش النقطة دي بصراحة، انا دايما بشوف ان الشخص مهما كان نجح ما يقولش انا نجحت، يقول انا لسه بتعلم، الكلمة دي بتخليه ان هو يسعى ان هو يكون احسن دايما. طبعا ختام جميل من انجي، عندنا تقرير مهم جدا نختم به الحلقة الجميلة الدسمة، واللي فعلا ختمناها بمركز شباب الإباب الكبرى اللي عامل حدث جلل، هنروح بقى لتقرير نختم به الحلقة، تقرير اكثر من رائع، تقرير عن شركة الاتحاد السعودي لأنظمة الري الحديث المهندس عبد المرحلي، ودايما أنا بذكر الأستاذة نوران أشرف لأنها نشطة ودينامو موجود في الشركة، وبقول المهندس عبد المرحلي ما عدناش لاقيين كلام نقوله في حضرتك، إيه الجمال والإبداع اللي حضرتك بتعمله، فعاملين له تقرير جميل كده طريقة زراعة كده أو تصميمات كده الفراولة، نشوفه مع بعض ونقول دمتم في أمان الله. شركة الاتحاد السعودي لأنظمة الري الحديثة تحت قيادة حكيمة واعية للمهندس المبدع عبد المرحلي، تضرب المثل للنجاح الباهر وتحقيق ما لا يقدر على تحقيقه الآخرين. المهندس عبد المرحلي أصبح أيقونة النجاح والتفوق والتفرد والتميز لما يقدمه من خدمات جليلة في مجال أنظمة الري الحديث، لذلك له الريادة والسيادة يا سادة في مجاله. نستعرض اليوم تصميم شبكات الفراولة التي يصممها بإبداع يقف الجميع أمامه في حالة انبهار، تصميم يصل لدرجة العزف الممتع على أوتار القلوب، تصميم يجعلك تقف متأملا في روعة وجمال التصميم. شركة الاتحاد السعودي لأنظمة الري الحديث، مهندس عبد المرحلي، مشوار كفاح ونجاح.